الله، سبحان الله، ولا إله إلا الله. ده انت تاج راسنا من فوق. قال لي قلبي استريح لك، واحنا غيرك كان زماننا دلوقتي حياره وقاعين في حصباص. اصلك مش عارفه الحكايه والروايه. حكايه ايه وروايه ايه؟ حكايه ابو المعاطي لسه لغايه دلوقتي ما شافش يوم واحد هاني من يومه يا كبدي وهو شقيان. ولما جت الدنيا تتحاكله جت الحاسه بتاعتك عشان تشيله الهم من تاني. مفيش هم ولا غم يا جميل. يعني بصراحة كده يا بنتي، انتي مش عاوزة تعويض على العربية بتاعتي؟ تعويض ايه؟ في 60 داهية العربية. فدا عيونك يا جميل انت. تعيشي تعيشي، اصل ربنا عالم بحالنا. اصلك لو طلبت تعويض هيضطر المسكين يبيع حتة ارض ولا يرهن. اصل كل مليون معاه دفعه في الارض دي ولسه مديون. شوفي بقى يا ستي، انا يا ست الستات لا يهمني فلوس ولا اي حاجه. تعويض ايه وفلوس ايه؟ طب ده انا ياما ضيعت فلوس تقلي ولا همني. انا ما يهمنيش الفلوس ابدا. كلمي ده يا بنتي. طب انا مره وانا لسه عيله صغيره في اول سنه جواز، وكنت حمله في ابو المعاطي، رحت السوق بعت جوزين فراخ، ربنا وعدني من الشاله سرقت حقهم مني، خفت ارجع الدار ورجعت على دار اهلي. ودي عربيه يا بنتي مش كنت الفراق. طوليلي بقى، انت كنت خايفه من مين؟ من جوزي؟ انا ماليش جوز. طب من ابوكي من اخوكي؟ يعني من اللي جابلك العربيه؟ لا ابويا ولا اخويا، انا اللي شاريه العربيه دي فلوسي. وبعدين انا مستوره والحمد لله. اللهم صل على النبي، ربنا يزيد ويبارك. باين عليك من الاكابر. ليه؟ هو دلوقتي يا عبد العال عشان تصحى من النوم؟ مين هيشيلك ويهشيكك دلوقتي؟ استنوا استنوا، كل واحده ترجع لشغلها، انا اللي هشيل سعد. استني يا حاج استني. يا روحي يا روحي يا دغنة يا دغنة يا جميل. نونو نونو حلوة جميلة حلوة. بسم الله ما شاء الله، الولد علق بك زي ما تكوني أمه وأكتر. مش كده؟ سبحانك يا رب، ما هم الأطفال دول زي الملايكة دايما يتعلقهم بأصحاب القلوب البيضة. توتة 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 توتة. تصوري عمري ما شلت بيبي صغنطوط كده. ليه؟ هو انت مش مخلفه يا بنتي؟ لا هخلف ازاي يا حاجه وانا مش متجوزه؟ ليه يا بنتي قاعده لغايه دلوقتي من غير جواز؟ طب دي الكاتعه والعوجه بتتجوز، وانت بسم الله ما شاء الله حلوه زي القمر وخفيفه ودمك خفيف وطيبه وبنت حلال. ما هو اصل انا كنت متجوزه وبعدين كل شيء اسمه ونصيب. جوازتك خابت؟ معلش، ان شاء الله ربنا هيعوضك باللي يستاهلك. مستور سلام عليكم. وعليكم السلام يا ابو المعاطي. تعالي يا ابو المعاطي. اختي انت واقف مكسوف كده ليه؟ الست بقت مننا وعلينا. ولو ياما برضه الاصول اصول. اي نعم، يعني هي ضيفة معززة مكرمة عندنا، لكن ايه؟ امك قالت لك خش يبقى لازم انت تخش. لازمتها ايه اللي قاعده؟ اهدي مش خايفه ده الواد عبد العال عياره يفلت كده ولا كده يعني ويعملها عليكي؟ يا سيدي يعملها زي ما هو عايز براحته. براحته ازاي؟ ما هو ما عندناش هدوم كفايه يعني عشان تناسبك تغيري وتبدلي فيه. مش مهم، ابقى البس هدومي اللي انا جيت بيها. ايه هدومك اللي انت جيت بيها؟ هي اللي كانت هدوم دي؟ لا مؤاخذه يعني. جرى ايه يا ابو المعاطي؟ حاسب على كلامك وتحشم، دي المراه في السعد.
لا مؤاخذه ياما، انت سايب اخوك وجوز اختك وجاي عايز ايه؟ كنت جاي اقول للست. ست دي لسه مامتك بتقول لك الملاف الساعه عنك يا ست هاني. اتفضلي تعالى حبيبي. يعني هو انا يعني غلطت تاني؟ ايوه غلطت. ست 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 ايه؟ هو انا ماليش اسم تنادي بيه عليا؟ لا مؤاخذه يعني اصله تاه عن بالي. اسمي انا يتوه عن بالك؟ اسمك واسم غيري. الله، هو انا يعني عقلي دفتر ثم ان دماغي اني مليانه بالمشاكل يا ست؟ تاني برضو هتقول يا ست؟ الله، امال بس عايزين اقول لحضرتك ايه؟ تقول لي حنان. اسمي حنان. خلاص حنان حنان، الحنان من عندك يا رب. يا ابني كلمها بلغوة اهل البندر، اسأل جوز اختك اهو غاوي يسمع الراديو وكان بيتفرج على التلفزيون في البلد، ده حتى السيمي كان بيسافر المدرية مخصوص علشان يتفرج عليها، تلاقيها عارف بدل التطبيش اللي انت عمال تطبشه دي وتزعل بنت الاصول منك. هو جوز اختك بيشوف السينما؟ غاوي، ومرته سعدية زعلانة واخدة على خطيرها، لكن انا عقلتيه قلت لها السيمة دي بلوة خفيفة لكن هي راسها والف سيف، زي ما تكون السيمة دي ضرتها. اصل ايه بقى؟ اني اللي كبرت الموضوع في دماغها شوية. ليه بقى؟ اني بعد ما رجعت من مصر فتنت على جوزها وكشفت قدامها، اديته يعني مهموس صغير. وكشفت قدامها ازاي؟ اصله بيدخل السيمه يعني مش حبا في افلام السيمه، ولا انه يعني يستفيد من الموعظه الحسنه اللي بتكون يعني جوه الروايه، ولا حتى يعني عبره بمصايب الافلام. الله، ولزمها ايه الفرجه بقى؟ غتاته ابقي اساليه. لا انا بسالك انت. تفاصيل بعيد عنك، يحب يخش يتفرج على الممثلات، وخصوصا يعني لو اخذ يعني الممثلات اللي بيكون عيارهم فلت شويتين، اللي هم يعني لا مؤاخذة يعني بيمثلهم أدوار لا مؤاخذة يعني الإغراء والفتنة. ده أحمد جوز أختك؟ تصوري حضرتك وإحنا نازلين نشتري حتة الأرض بتاعتنا دي في مصر، وقف متصمر قدام إعلان ملزوق عليه صورة واحدة ممثلة، وقف وفضل يبص ويتمله في صورة الممثلة دي. كان اسمها ايه الممثله اللي وقف يتملى في صورتها؟ والله اني ماني عارف، هو قال لي على اسمها، وقال لي انها زي حته البسبوسه، بس اني مش فاكر، اصل بيني وبينك يعني ما اهتمتش. وما اهتمتش ليه؟ بصراحه يعني اصلي لما يعني مش غاوي، بس اني رجعت البلد من هنا ودبيته المهموس من هنا. بالي بيت سعدية دي ضفريها بعشرة من بتوع السيم. سعدية؟ ايوة سعدية، بس الرجالة يموتوا في اللي يغشهم، وحسب السمع ستات السيمة دول كلهم عيرة، ده غير الأحمر والأصفر والأخضر. وانت كنت جاي عايزاه يا أبو المعاطي؟ كنت جاي اقول لحنان هانم. تاني هانم؟ انا حنان وبس، زمن الهوانم راح. خلاص حنان وبس. كنت جاي اقول يعني ان اني ناوي اخد الجرار. تاني الجرار؟ ربنا يستر. يعني ناخد الجرار والحبال ونلم الرجاله ونروح نسحب عربية الهانم من الترع. يحميك يا ابن بطني. وطبعا يعني حتما ولابد ان فيه حد يسوق العربية بعد ما نسحبها من المية. يا سلام، وحضرتك فاكر بقى انكم لما تطلعوا العربية من المية هتمشي على طول؟ والله ان ما مشيتش نسحبها، بس برضه لازم حد يسوقها. طيب ايه المطلوب مني بقى؟ والله دي عربية حضرتك وانت قادرة يعني بسواقتها وتعرفي سرها. شوف بقى يا ابن الناس، انا بقى مش عايزة العربية دي تطلع ابدا من المية، عايزاها تفضل غطسانة على طول. كلام ايه ده؟
لا حره عربيتي وانا حره فيها. كرهتها مش عايزاها متشائمه منها. عملت ايه يا ابو المعاطي؟ مش عارف حصل ايه؟ مالك تايه ليه؟ قال ايه؟ مش عايزه تطلع العربيه بتاعتها من الترعه. قال ايه؟ مش عايزاها. قال ايه؟ كرهتها. قال ايه؟ متشائمه منها. حلو، حلو قوي. هو ايه اللي حلو؟ حلو قوي. أنا مستعد أشتريها منها. ماني عارفك، عارفك تحب دايما تصطاد في المايه العكره. بقول لك إيه؟ فتح مخك معايا يا أحمد يا جوز أختي وصحصح كده. البت دي مريبة. مريبة؟ أيوه مريبة. ما هو مش معقول حد يسيب عربية بالشيء الفلاني كده تحت المايه. دني، أنت عارف أني خدت بالهريسة وأنا صغير وبسبب إيه؟ إيه؟ وقع مني قرش تعريفه تحت الميه في ترعه بلدنا. اتحدفت وراه، غطست وقبيت تحت الميه اغطس واقب اغطس واقب بتلات ايام ورا بعض. ولقيته؟ ما لقيتهوش. يا ريت ما تفكرنيش. تلاقي دلوقتي سمكه بلعته ولا غطس في الطين. وما لبنا غير اننا خدنا بالهريسه وحقن الطرطير. ودي تسيب عربيه شكلها يشرح القلب تحت الميه؟ اكيد أكيد الحكاية فيها إنه. علي بيقول لي إن الست دي أنا شفتها فين قبل كده. بعدين يا أخي جريئة في الكلام كده وحمائية. آه تبقى حوسة. تبقى حوسة لو كانت عاملة عاملة وهربانة. عاملة إيه؟ مش عارف عاملة إيه. لو كانت متجوزة كنا قلنا إنها هربانة من جوزها. لكن هي فاضية. فاضية. تكونش عضو في عصابة؟ عصابة ايه يا ابو المعاطي؟ ركز معايا، ركز معايا. عصابة مخدرات. ما هي المنطقة دي من مناطق التهريب. يبقى أنا فهمت هي ليه مش عايزة تطلع العربية. قال ايه؟ واني اللي كنت عايز اخد الجرار والحبال وانت واخويا عبد الهادي واهل المروة ونروح نسحب العربية. احنا نسحب العربية بالترعة من هنا نلاقي نفسنا متحصرين من البوليس من كل ناحية وندخل السجن جماعي ومعانا أهل المروة والعيال تتشرد والنسوان تتلطم. يا أحمد يا جوز أختي تتلطم. وساعتها تقول لا شفتهم لا أعرفهم. ركز معايا، ركز معايا. وجودها معانا دلوقتي بقى خطر. أنا عرفت دلوقتي هي ليه خايفة من البوليس. اسمع يا أحمد، أنت لازم تفكر لي في طريق إيه نمشي بيها الست دي من هنا. تمشي كده من غير سوشرة. مؤكد مؤكد العربية دي فيها طن مخدرات على الأقل. كل ده كويس بس انا عايز اكتر. ده كل اللي عندنا يا مهربي. علشان كل حاجه تكون مظبوطه وعلشان لما يجي البوليس كل شيء يكون تمام لازم يكون معاكم اكل وشرب. انا عايز البوليس يقتنع انكم عايشين في الارض دي طول عمركم. مفهوم؟ مفهوم يا مهربي. جميل. وعلشان تفهموني اكتر واكتر اول ما توصلوا وتركزوا فوق الارض الستات تطبخ وتخبز وتفرشوا الخيام وشوية ينام وشوية يصحوا. مفهوم؟ ولما يجي علينا يا مهرم بيه كل شيء معمول حساب. أنا عامل خطة ما تخرش المية. طبعا هتحصل خناقة. أنا عاوزكم تطولوا في الخناقة دي بس تكون خناقة كلام وبس. هيقول لكم دي أرض، هتقولوا له لا دي أرض جدودنا. أنا عايز أكسب وقت
لغاية ما البوليس يطب، وأول ما يطب البوليس يكون كل شيء انتهى. وإمتى هنهجم على الأرض والعسكر فيها يا مهرم بيه؟ التوقيت مهم. قبل صفار الشمس هيكون اللي اسمه شمروخ ده تعب من الشغل ونهدي حيله ودخل بيته، وعلى ما يحس بيكم يكون الليل دخل ومعاه البوليس. أكيد أنت عامل ترتيبك تمام يا مهران بيه. مهران لما يخطط يخطط صح. أنتوا هتهجموا قبل المغرب، يعني حوالي الساعة 5، أنا هكون في النقطة الساعة 4. المسافة من هنا للنقطة حوالي ساعة وربع، يعني بالكتير الساعة 5:30 يكون البوليس موجود. كلام ايه ده يا ابو المعاطي يا ابني؟ زي ما بقول لك كده يا ام، عايزك تترسل عليها انت واخوات البنات، قصدي سعديه وبياضه، ما حدش فيهم يديها ريق حلو. ولا اقول لك صلاتي عليها سعديه، سعديه تطفش الحداوي من عشها. ايوه يا ابني، بس افهم ليه؟ الحرص واجب يا ام، ثم انها المفروض تتكل على الله. بقى هي بقت كويسه تقعد ليه؟ ضيفه يا ابني، معقول تطرد ضيفه؟ اسمع يا حماتي، دي مش ضيفه. احمد افندي، باين عليك انت وابو المعاطي مخبيين عني حاجه. مش جايز تكون عامله عامله وهربانه؟ ايوه، وجايز كمان تكون مجرجرانه معاها. وبعدين اكرام الضيف ماشي بدل الجرجره والبهدله. طب وساكتين ليه؟ ما تقولوا كده من الاول. ايوه 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 ايوه, أيوة ياما، بس بالهداوه ياما، تقولي لها مثلا يعني يا بخت منظر وخفف، واخد بالك يا احمد افندي، يا بخت منظر وخفف، اننا مثلا يعني عملنا اللي علينا واكتر شويه، زمان يعني كده اهلها في قلق عليها. انا ليا طريقتي. خلاص تبقى الحكايه خلصت. اصلاني بقى يا احمد افندي يا جوز اختي عارف الطرق بتاعه الحجه. يلا يلا يا اخوي، ادلق ادلق يا احمد افندي يا جوز اختي، ادلق. دوري بقى دوري، حرام عليك دوري. حفطس حفطس، بلاش بلاش يا ساتر. اشمعنى انت اللي حضوري؟ ما كل حاجه في الدنيا واقفه. نعم، الخدمه وتحت الامر. انا جاي لحضرتك اقدم بلاغ. ما طبعا لازم تكوني جايه تقدمي بلاغ. أنا قاعد في النقطة دي بقالي 13 سنة، ما حدش قدم لي حاجة فيها إلا البلاغات. بلاغك إيه؟ أدي الورقة وأدي القلم. اتفضلي، تحبي تمليني ولا تستني عليا أما أشرب كوباية الشاي أعدل نافوخي؟ لا، أملي حضرتك وأنت بتشرب الشاي، تكتب سطر وتشفط شفطة. ولا تحبي أنت تحكي أصل الموضوع وأنا أمخمخ لك بلاغ على مزاجي؟ عليك نور، اللي يريحك. احكي. حضرتك تسمع عن ممثلة السيما سلوى نصار؟ سلوى نصار ممثلة السيما؟ ايوه. ياه، صحيح، الدنيا صغيرة يا اولاد. اخبارها ايه دلوقتي؟ وافلامها مش كتير زي زمان ليه؟ يعني حضرتك بتعرفها؟ واي معرف؟ دي احنا نعرف بعض معرفة جامدة قوي. انا مش بقولك الدنيا صغيرة. يا سلوى نصار هي السبب في اني ما ادخلش كلية الشرطة. ما تظلمهاش، الله يسترك، دي اتظلمت كتير كتير قوي. لا، انا لا احب الظلم ولا كده. سلوى نصار هي السبب في الوضع اللي انا فيه دلوقتي. طب ما وضعك حلو اهوت، ومالي مركزك والاسبليت منور فوق كتفك. فاضي، منور فاضي، من غير نجوم، لا نجمة ولا نسر. اللي في سن دلوقتي معلقين سيفين ونسر، لكن دي مسح نضيف زي الأرض البور. يا مش بقولك الدنيا صغيرة. يا بعد 20 سنة. تعالي تفضلي تفضلي عودي تفضلي. أهلا وسهلا. أهلا بيك. الله، دي باين بقى يعني الحكاية قديمة قوي. يعني حضرتك بتعرفها معرفة شخصية؟ أكتر من المعرفة الشخصية شوية. بس أنا بقى زعلانة يعني عشان شايل منها عشان كلية الشرطة دي، لكن
ازاي هتكون مدام سلوى السبب في عدم دخولك الكليه؟ شوفي حضرتك، انا بينا فخر ايام التلمذه كنت من المتفوقين. في الاعداديه طلعت الاول على المركز والسبعه وخمسين على القطر كله. بسم الله ما شاء الله. وانتقلت للمرحله الثانويه. اولى ثانوي. اولى ثانوي. في اولى ثانوي بقى ابتدت افلام نجمه السيما سلوى نصار تظهر، والسيما في سكه المدرسه، وكل اسبوع السيما تغير فيلم جديد، وكلها افلام نجمه السيما سلوى نصار. مرة بنت زواد بالمايو، ومرة بنت بلد بالملاية اللاف، ومرة تلميذة في السنة وبالضفاير، وكلها أفلام أحلى من بعضيها. والرقابة زمان ما كانتش بتدقق زي الأيام دي. هتقولي باختصار كل الحصص المدرسية بقت في السين، واتنقلت من أولى ثانوي بعد تكرار مرات الرسوب على التطوع في الشرطة. لا أكيد حضرتك يعني إيه يعني الاسم مش هو يعني، لأن أيام الثانوي بتاعك كان يعني أيام عزيزة أمير وسميرة خلوصي وسميحة سمير. لا لا لا، كله للتزوير يا ست هانم، ده تاريخ، تاريخ يا بنت الناس، تاريخ. أنا وسلوى نصار قد بعض في السن. إيه؟ لكن بعيد عنك، السن ما بيبانش الا على الناس الغلابه. امال احنا يا ست هانم من الناس اللي بياكلوا بالدعم، وانت عارفه ان اكل الدعم منظور محسود، ومن كتر كلام الناس عليه الفيتامينات اللي فيه طارت. ده غير كده في رقبتي من العيال خمسه، يبقى السن يبان عليا ولا ما يبانش؟ لازم اعجز. لكن هي السن يبان عليها ليه؟ وهي من اللي بياكلوا بسكويت وبيشربوا ميه معدنيه. اوعي تقولي لي ان اصابها مكروه لا قدر الله. ايوه يا حضره الصول، اصابها مكروه. لا، انا اللي يرشها بالميه ارشه بالنار. هي دي من الناس الهفا، دي ثروه فنيه زيها زي الاثارات والناس الاكابر، الشخصيات المهمه. حصل ايه بالظبط؟ تاهت. فين؟ في المنطقة دي. ايوه تاهت ازاي؟ اعرف اصلها زعلت مع المخرج شوية، اصل احنا كنا بنصور فيلم قريب من هنا. ايوه عندي عين. ايه ليه؟ هي ست سلوى نصار كانت معاكم؟ ايوه، لما زعلت بقى مع المخرج ركبت العربية ومشيت، ولحد دلوقتي ما ظهرتش، اصلها ما تعرفش السكة. شاويش فرغالي، هتعمل ايه؟ هستدعي افراد القوة كلها. البحث عن الممثلة سلوى نصار لازم يتم في التو واللحظة. المنطقة دي كلتها لازم تتفتش تفتيش دقيق. يا اختي يحميك ربنا يا رب، يا رب كده أشوفك مدير أمن حكم دار، أغمض عينيا وأفتحها وأشوف ثلاث نجوم على كتفك. شاويش فرغاني. أفندم اجمع أفراد القوة كلها. في ظبطيه مخدرات يا فندم. مخدرات ايه يا باجم؟ احنا هنبحث عن نفس بشريه تايهه، انما ايه؟ مش اي نفس بشريه، لا، نفس بشريه ليها وزنها. قولي لي يا سته، اجري انت يا شاويش فرغالي، اجري اجمع القوه، عبال ما اكون انا جمعت كل المعلومات وحضرت خطه البحث والاستدلال. اجري 10 دقايق وكون الفرقه كلها جاهزه يا فندم. قولي لي يا سته مدام عطيات. قولي لي يا مدام عطيات، هو حضرتك تقربي نجمة السيما سلوى نصار؟ ايوه زي ما تقول كده يعني، من بقيه اهلها. طب بقول ايه، على اعتبار ان حضرتك يعني من اهلها، مش بعون الله كده نادرين مكافاه حلاوه العثور عليه؟ طبعا طبعا. حكيم دي عاده عندنا في وزاره الداخليه، لما الرجاله بتوعنا يثبتوا حسن اداء وجداره تقوم الوزاره تصرف لهم مكافاه طوالي. لكن يعني يمكن في حاله البحث عن النجمه. ايه مش هتثبتوا جداره في البحث عنها؟ لا لا يا صول عطيات. مدام عطيات. لا قصدي لا يا ست عطيات، الجداره وحسن الاداء موجودين عندنا على طول، لكن يعني يمكن
الوزارة تعصلك شوية في صرف المكافأة على اعتبار يعني ان ستي سلوى نصار من القادري. مفهوم مفهوم. لا من ناحية هي قادرة فهي قادرة وإيديها سخية خالص. إلا قولي يا حضرة السلطة، هي وزارة الداخلية بتعمل لكم مكافآت قد إيه؟ شهر. ما هي شهر، وفي حالة إثبات البطولة 6 شهور. طب ده أنا مرة قبضت على مهرب مخدرات خطير وقبضت مكافأة 6 شهور، وطبعا الست سلوى نصار مش هتكون أقل مني. طبعا طبعا. لا احنا بقى بندي مكافآت بالسنة والاتنين، بس احنا نعتر عليها. اطمني يا ست عطيات، بإذن الله هنعتر عليها. عارفة حضرتك المنطقة دي كلتها زي الخاتم في صباعي، مفيش شق فيها معرفوش. قولي لي يا ست عطيات. نعم يا حضرة السلطة. بما ان حضرتك يعني تقربي للنجمة سلوى نصار وتفهمي في شغل السيمة، ممكن استفسر منك على حاجة؟ دي تحت امرك يا حضرة السلطة. هي يمكن تكون قلة ذوق مني، لكن لا حياء في العلم. عدم مؤاخذة، يعني الحتت العاطفية في الافلام لما يعني الاثنين بيكونوا بيعطفوا على بعض قوي، بيعطفوا كده، ما بيجوا بيصوروها بيصوروها زي دي. زي ما بتشوفها كده. ايه؟ يعني مفيش غش ولا خداع؟ لا، لغاية العباطة في الصدقة وستوب. أي حاجة بقى أوفر بتخش الخدعة السينمائية. أوفر. أحسنت يا استعطيات. أني لازم أشرف على قوة البحث بنفسي وأجهزها أحسن تجهيز، وتفضلي حضرتك معايا عشان تشوفي بنفسك. ربنا يخليك. إحنا أهم حاجة عندنا سلامة البشر يا أخواتي. تسلم لي يا حضرة الصور. اتفضل. شربات. شاويش مرغاني. كيف؟ عشمال دور. اهدى كله اهدى كله عليك. اوعى تهد جبال يا حضره الصور. يا اخي واحد ملوش تاني. العدد 3 4. الله اكبر. ده مش حسد، ده قرب حضره الصور. طبعا عارفين ان المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه خطر، فيها حيوانات مفترسه، وفيها كمان ناس مفترين مجرمين وقطعين طرق. يعني الشخص اللي يتوه فيها يبقى ايه؟ عليه العوض. اسم الله عليك، اسم الله عليك. بس مش في كل الحالات يا شاطر. عليه العوض دي تتقال لما يكون الشخص المفقود شخص تافه ملوش قيمة ولا مركز، لكن لما يكون الشخص المفقود من الأكابر ومن الصنف النادر يبقى لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، ولازما حتما العثور عليه. مفهوم؟ ومين الشخص المهم اللي تاه ده يا حضرة الصوت؟ علشان أحنن قلوبكم عليه أحب أعرفكم إنه مش راجل، حرمة، وإنقاذها عمل بطولي، لأنها مهيرة الجناح لا حول لها ولا قوة. ومين الحرمة دي يا فندم؟ حتة مهلبية بالقشطة والسكر. بسكوتي. بدرس يا حضرة الصول. بسكوت من الدقيق الفرنساوي والسمنة البلدي والسكر السنترفيش. الله أكبر. مغلفة بالفانيليا. يا أخوات نجمة السيمة الست سلوى نصار علامة الأنوثة والجودة، عشان كده عاوزكوا تدوروا وتبحثوا وتفتشوا. انصرف. فركش بريك. ما شاء الله ما شاء الله. اهدى كله اهدى كله. بيتك 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 بيتك. اهدى العدد في الليمون. الله اكبر الله اكبر. اهدى يا حضرة الصور. جمد ومتين عليك. اوعى اوعى يكون الخبر ده اشاعه. اشاعه ايه يا راجل؟ ده خبر صحيح وعلى مسؤوليتي. ده يبقى خبر صفحه اولى. بس اختفت ازاي وهي فين؟ جايز يكون في الامر شبه الجريمه. ده يبقى علامه استفهام كبيره. يمكن حد عمل فيها مكيده، حد من ازواجها السابقين. جايز، وجايز يكون حد من رجال عصابات التهريب، لان انا سمعت انها كانت على علاقه بواحد منهم. لانها كانت كل ده مفهوم. انا هعمل حته موضوع على الخبر ده
أين اختفت سلوى نصار ولماذا؟ مش كده يا أبو المعاطي، مش كده أعمل معروف. إيه؟ عايز نعمل إيه يعني بالظبط؟ شو عيني؟ امشي طوالي، بدل ما أنت عمال تتدوى زي ماشي التعابين كده. الأرض حتة بيطولها المحراب وحتة لا. يا سيدي ما عرفتش، حقك عليا، نبقى نعيد عليها تاني. الحمد لله إن مفيش ترع قريبة من هنا. إيه اللي جابك هنا؟ أبداً، زهقت قلت أخرج أتمشى شوية. خدت الإذن من الحاجة؟ خدت الإذن بالخروج؟ ولا أنت فاكرة يعني إن الحكاية سايبة؟ تخرجي على كيفك وترجعي على كيفك؟ لا، لازم تعرفي إن إحنا لازم نخاف على سمعتنا. نعم 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 نعم. الله، أنت بطلت الجرار ليه؟ اسكت أنت التاني يا عبد الهادي. لازم تعرفي يا ست هانم إن إحنا لازم نخاف على سمعتنا. أنا عايز أعرف بقى سمعتك جرى لها إيه؟ الناس تقول علينا إيه لما تخرجي كده من غير إذن؟ أفهم من كده إنك معتبرني واحدة من أهلك؟ لا طبعا. خلاص، خايف على سمعتك ليه؟ لانك ضيفة عندنا، وطالما انت عندنا اللي يجرى على اهلي يجرى عليكي، ثم ان انت حرمة، واللي يجرى على حريمنا يجرى عليكي. عبد الهادي. ايه ايه يا اخوي؟ ما تتنحش كده، ما تتنحش. لو بياضة خرجت من البيت من غير اذنك تعمل ايه؟ خد تقطع رقبتها بالفاس. اه، سمعت بعينيكي؟ شفت بودانك؟ تحب اقطع رقبتك بالفاس؟ امر غريب. طب بياضة ومراته يقطع رقبتها بالفاس بالمنشار بايد الهون، مراته وهو حر فيها، انما حضرتك تقطع رقبتي بالفاس ليه؟ باعتبارك ايه؟ باعتباري جوزي. اعوذ بالله. يا نهار اسود، اعوذ بالله ليه يا استاذ؟ مش قد المقام؟ ما نشبهش؟ ولا اكون جربانه ولا مقشفه؟ مش ما تتنحش كده، ما تتنحش، واخدك على خلقتك. مش القصد يا بنت الاصول. دلوقتي بقيت بنت اصول؟ يا ست اعتبر الكلمه اللي قلتها لك دي فلطه لسان، غلطه، ده حتى يعني الالم بيغلط. ثم اني كنت اقصد يعني حاجه تانية خالص. انا بقى عايز اعرف الحاجه التانية دي. قصدي يعني ان حضرتك زي ما هو واضح كده يعني من طينه تانيه غير الطينه بتاعتنا خالص. طيب يا سيدي، خلاص قبلنا الاعتذار. انا مش بعتذر. امال ايه؟ انا بشرح الموقف وبس، لكن اعتذار لا، عيب، عيب قوي. ثم انا مسؤول عنك لانك ضيفه عندنا هنا في العيله، وانا كبير العيله. طيب يا كبير العيله، انا شايفه ان انا ما غلطتش ولا غلطه واحده بس. انا خرجت من بيت العيله على غيط العيله، يعني رجلي ما خطتش خطوه واحده بره حدود العيله. ايوه، بس بس ايه؟ انت مش لاقي ولا كلمه داري بيها كسوفك. ايه يا اخويا بتنح كده ليه؟ بتنح كده ليه يا حبيبي؟ اجري شوف شغلك يا عم هادي، امشي. ايه انت اللي بتسوق مش انا ابو المعاطي؟ انت بتسمي اللي كان بيعمله ده سواقه؟ تعالي هنا، انت هتعمل ايه؟ حواريلك يا استاذ السواقه تبقى ازاي. يا الف صلاه على النبي، يا الف صلاه على النبي. شايف يا ابو المعاطي؟ شايف ماشي ازاي؟ زي المسطره، ازيك عمال تدور بيمين وشمال؟ اسم الله عليه. اسالها كده، شوف تاخد كام وتسولي لك قرار ضيها على طول. اسكت يا عبد الهادي، اسكت دلوقتي، اسكت. ايه بدل ما تسقط فيا كده اتعلم منها. سعديه، ايه في ربطه الجرايد والمجلات اللي انا كنت محضرها؟ ربطتها يا سي احمد. الجرايد والمجلات ايه؟ سبتها في البلد، هجيبها ليه؟ ثم انك قريت الجرايد والمجلات دي بدل المره 10، عايز منها ايه؟ خلاص يا سعديه. ايه امالك زعلان كده؟ بتدور على ايه في الاخبار البايته يا سي احمد افندي؟ ما بدورش على حاجه يا سعديه، كنت عايزه اتسلى. تتسلى امالك بتزعق كده؟ زعقت يا سعديه. ايوه بتزعق. مش هزعق، اهو قفلت بقى. سي احمد. ايوه يا حماتي. البنايه فص ملح وداس. هي مين يا ام؟ الضيفه. ايوه
دي غصت مرة واحدة. يبقى كتر خيرها، حست من نفسها ومشيت من غير ما تروح. ايه مشيت بهدومي، احلى هدوم عندي مشيت بها. اهي سابت هدومها. هدومها وهي دي اسمها هدوم يا سي احمد افندي؟ ده حتى لبسها ما يجوز شرعا. انتم قاعدين؟ تعالوا تعالوا شوفوا واتفرجوا. نتفرج على ايه يا بياض؟ الست حنان، الست حنان سايقه الجرار بسم الله ما شاء الله، زي ما تكون سواق قراري. الست حنان بتحرد. ابو المعاط يا ابو المعاط يا بياض بيعمل ايه؟ قاعد جنبيه بتعلمه ازاي يظبط العجل ويدوس فرامل ويجيب ورا ويقول لي عاوزك تترزلي عليها. صلتي عليها سعديه. ايه احنا يكلفنا بالرزالي وهو بالملاطفه وظبط العجل ويجيب ورا. ايه الحكايه يا سي احمد؟ قدامي بسرعه. الله يا دنيا كلك ألم كلك أسى وأحزان، فيك الأصيل انطرد في الطل بات عريان. أنا مش عايزكوا تزعلوا يا جماعة، مش عايزكوا تزعلوا، البلد فيها قانون فيها نقابة، حقكوا هتاخدوه. إحنا حقنا كبير قوي، حقنا كبير قوي يا استاذ فوزي. انا مش هسكت مش هسكت يا استاذ فوزي. احنا ممكن نموت هنا، كفايه الشمس شوتنا وكمان فلوسنا ما خدناهاش. احنا في الفلوس دلوقتي، في الفلوس ولا في المصيبه اللي احنا قاعدين فيها دي؟ انا مش هسكت، ههد الدنيا على دماغ المنتج ده، بس ربنا سهل حد يحس بينا عشان ينقذنا من المصيبه اللي احنا فيها دي. بقول لكم ايه، ارفعوا ايديكم للسما وقولوا وراي، يا رب افرجها علينا يا رب، 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 يا رب افرجها علينا يا رب. الله اكبر الله اكبر، الحمد لله الحمد لله، الله اكبر الله اكبر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حدش منكم شاف ممثلة السيما اللي اسمها سلوى نصار؟ هي تاهت والبحث جاري عنها. احنا زمايلها، الناس دي زمايلها وتايهين برضو، كلنا تايهين، فركش يا اخوانا، الفيلم كله فركش، واحمدوا ربنا ان حد عتب علينا. نحمد ربنا الحمد لله ربنا. يا سلام، ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الأسباب. أهاني دلوقتي لا يمكن أور بيمين ولا شمال، الدريكشون في إيدي بقى زي الميزان. أبو المعاطي خلي الست تعلمنا لي كمان. من عينيا يا عبد الهادي، تحب دلوقتي؟ دلوقتي إيه بس يا عبد الهادي؟ مستعجل على إيه يعني يا أخي؟ ما تتنحش كده يالا، بعدين بعدين امشي، الست اللي قاعده معاني، روح يلا روح بقى. ومين قال لك بقى ان انا قاعده معاكم؟ يعني زي ما تحبي. مش يمكن اكون ضيفه تقيله؟ لا يعني اعوذ بالله. عارف يا ابو المعاطي، زي ما انت قلت، ربنا حقيقي بيسبب الاسباب. اوعى تكون فاكر ان انا متضايقه من الحادثه اللي حصلت لي، بالعكس ده انا مبسوطه مبسوطه جدا، ولو كانت حصلت من زمان كمان كنت هبقى اسعد من كده. اصلي كنت محتاجه لحاجه كده. حاجه كده؟ حاجه ايه دي يا حنان؟
حنان من غير حاجة قبليها ولا بعديها. قصدك يعني حنان بس؟ حاجة ايه دي بقى يا استحنان بس؟ فترة استجمام. راحة يعني. وعايزة تسريحي بقى من ايه بالظبط؟ من حاجات كتير قوي، من الناس والشغل والزحمة والنفاق وقلة الضمير والغش والجشع والطمع، حاجات كتير. عارف يا ابو المعاطي، انا كنت بفكر في الانتحار من مدة طويلة قوي، لكن بعد ما جيت وعشت وسطكم الفكرة دي اتنهت خالص خالص. بقولك ايه، علشان اسمعك وتسمعيني، لا مؤاخذة يعني، كل واحد مني لازم يبين حقيقته لا مؤاخذة يعني للتاني، واني حاسس لا مؤاخذة كده يعني انك مخبية عني حاجات كتير قوي.